انتشر في الفترة الأخيرة فيديو للفنانة اللبنانية نجوى كرم خلال مشاركتها في الرحلة البحرية ستارز أون بورد، واللي منظمها المنتج اللبناني يوسف حرب زوجها السابق. وعلقت نجوى كرم على كلام يوسف حرب كتير على المسرح، وإنه عمال يقطعها بالكلام، وقالت له بخف الدم يخرب بيتك يا يوسف، قديش بتحكي منيح إني طلقتك.